الأرض قديمة في الكون، عمرها مليارات السنين. نطاقها الزمني واسع للغاية بحيث كيصعب علينا نتصوروه. وواخا هكاك، فراه الندوب الجيولوجية اللي خلفها الزمن على الأرض كتخلينا نجمع القصة ديال العالم ديالنا. ما كنقدروش نرجعوا إلى الماضي ولا نمشيو إلى المستقبل، ورغم ذلك كنقدروا نعرفوا ما حدث وربما ماذا سوف يحدث، اعتمادا على ما يتقبله عقلنا في المستوى الذي وصل إليه في هذا الوقت. كيف سيتغير العالم من هنا إلى الأمام وكنقدروش نجزمو به، ولكن عندنا اجتهادات على حسب ما نتوصل إليه مقارنة بما وقع في الماضي بما يقع حاليا. كيخلينا نطرح هذا السؤال، كيف سيتغير العالم مستقبلا؟ ماذا سيحدث للأرض مع هذه الحياة وهي اللي كتدور عبر الظلام؟ كيف ستنتهي قصتنا التي زينت الفضاء؟ القدرة ديالنا على التنبؤ بالمستقبل كتكون قاصرة ملي كيتعلق الأمر بالمجتمع البشري، سواء كان ذلك ثورة تكنولوجية أو حضارية. كما كان الحال غنتقبلوا المستقبل ديالنا المجهول. حضاريا كان بيدنا أننا نغيروا بزاف ديال الحوايج، لكن على مستوى الأرض فالأمر مختلف، لأن الأرض على مدى السنين كاملة اللي كانت فيها كتحكمها مبادئ فيزيائية لم يقدرش الإنسان يغيرها. مثلا كمية ديال الغلاف الجوي، الميكانيكا المدارية والتأثير الإشعاعي، أشياء كان فهموها كان درسوها ويمكن لنا حتى نتنبؤ بها، ولكن ما نقدروش نغيروها. لهذا غندلو اليوم واحد الرحلة اللي غندعوك لها، رحلة من البداية إلى النهاية. عمر الأرض طويل جدا، 4.3 مليار سنة، لذلك هذا المقياس غادي نضغطه باش يولي كأنه سنة واحدة. 1 يناير هي بداية الأرض، و 31 ديسمبر من نفس السنة هو نهاية الأرض. بهذا المقياس غيمثل كل يوم 33 مليون سنة، كل ثانية كتمثل 384 سنة. إلى غمضت عينك ورجعت للبداية، غتكون كأنك على كوكب غريب. هذه الأرض الأولية قبل 4.53 مليار سنة من الآن، سطح مكسور منصهر لم يتشكل إلا مؤخرا بسبب العنف اللي كان في النظام الشمسي الأولي. لا غلاف جوي، لا سحب، لا بحار، لا نبات، لا أي شيء يبعث على الحياة. كرة صخرية تجمعت بالأسباب العلمية باش تحضر الحياة لما هو آتي، لكن هذه الكرة غتعاني باستمرار مع سقوط النيازك الكبيرة، مع الكتلة ديال الأرض الأولية اللي كانت متنامية. شمس كتبان لك ماشي بحال الشمس اللي كتشوف دابا، لأن الشمس براسها تكاد تكون خلقت. في هذا الوقت كان غلاف جوي بدائي من الهيدروجين والهيليوم على الأرض، اللي هي نفس العناصر اللي تشكلت منها الشمس مؤخرا. إلا وقفت هنا وكتشاهد غتلقى تنامي في كتلة الأرض عن طريق المواد الخارجية اللي غتزيد الكتلة ديال الكواكب كاملة، أي أنه الأرض في البدايات ديالها كانت أصغر من اللي كتشوفه دابا، في حين أن السطح والداخل كيدوب حرفيا لكيعزز من الصهارة الداخلية السائلة. هاد الحدث اللي كتشوف دابا أطلق عليه الجيولوجيون اللفظ ديال كارثة الحديد، وهو حدث وقع منذ فترة طويلة جدا. كلها عوامل أدت أنك تشوف الشفق القطبي في يومنا هذا، لأن كارثة الحديد أنشأت هذا اللب الحديدي للأرض
اللي شكل مجال مغناطيسي اللي كيحميك من الإشعاعات الشمسية. ملي انتهى يوم واحد من التقويم ديالك، انتهى هاد الاضطراب ديال هاد الكوكب باش يبرد، وينتهي النزيف الداخلي ديالو، معاناة الأرض غتختفي باش تحضر الحياة لما هو آتي من براكين تقذف البخار من النواة باش تشكل سحب، باش نخفض درجة الحرارة، باش تنزل الأمطار اللي غتشكل المياه على الأرض ليتحول إلى كوكب أزرق. من العصور الأولى للأرض إلى العصر الجليدي الأول، إلى تنوع الغازات في الغلاف الجوي، إلى ظهور المخلوقات اللي منها من هو مسالم ومنها من هو متوحش، إلى ظهور الحشرات، الطيور، النباتات، الأشجار، الإنسان، إلى أن وصل الإنسان مكتئبا يراقب الظهور تمر والمستقبل يأتي. العالم يتغير. الغلاف الجوي للأرض كان غنيا بثاني أكسيد الكربون، هادشي اللي خلى الكوكب دافئ على الرغم من ضوء الشمس الخافت، ولكن على مدى 4.5 مليار سنة الماضية الشمس ليست ثابتة في السطوع ديالها، بل أصبحت الشمس الآن أكثر سطوعا بنسبة 30% مما كانت عليه. هذا نتيجة تقلص القلب ديالها تدريجيا مع مرور الزمن، مما كيغمر الأرض بحرارة أكبر من أي وقت مضى. مع ارتفاع نسبة التشميس على الأرض كتسارع دورات التبخر، وبالتالي كيزداد هطول الأمطار أكثر من الوقت الماضي. ومع سقوط هذه الأمطار عبر الغلاف الجوي كتمتص القطرات جزيئات ثاني أكسيد الكربون باش تشكل حمض الكربونيك الضعيف. في حياة البشر ما هتكونش لاحظتي هادشي من قبل، ولكن كتشوفوا دابا. المطر يدوي بالصخور من خلال التجوية، كيتفاعل حمض الكربونيك مع المواد ديال السيليكون الموجودة في الصخور مكونا كربونات، كتغسل حتى القيعان ديال المحيط. كل ما ولات الشمس أكثر دفئا، كل ما وقعت هذه التجوية بشكل أسرع، مما كيؤدي إلى سحب كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهذا حتى أسرع من أي نشاط بركاني. هذه هي الطريقة اللي عاش بها ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة ذهابا وإيابا في الغلاف الجوي على مدى حياة الأرض. هذا غيعلمك أنه كل ما ازداد الزمن، كل ما الأمور الجيولوجية والفيزيائية كتغير على الأرض، لأن الشمس كتغير، الغلاف الجوي كيتغير، المحيطات، الصخور، التربة، البراكين، جيولوجية الأرض كتغير على مر العصور، ولكن انت ما كتلاحظش هالشي لأنك ما كتعمرش في الأرض هاد الملايين ديال السنين. إلى نقزنا إلى المستقبل، غنجاوز العصر ديالنا بجميع الريادة ديالو على مستوى التكنولوجيا والذكاء الصناعي، لأن هذا لن يفيد مستقبلا. مستقبلا الإنتاجية الحيوية ديال الأرض ولات النصف ديال ديك الإنتاجية اللي كانت موجودة في العصر اللي جات منه. وحنا ماذا حدث لنا؟ واش لقينا كوكب آخر نعيش فيه؟ واش العالم تحول إلى ذكاء صناعي فقط؟ هذه أمور في علم الغيب، لأنه ما عندهاش معطيات علمية لغنستندوا لها. هل أطفأنا أنفسنا ببساطة؟ هل حروبنا عوض أنها تعطينا الريادة تسببت في نهايتنا؟
برحيلنا عن هذه الكرة لن تقوم حضارة مرة أخرى أو لأي من الكائنات الحية، لأن الأرض لن تحافظ على هذه الظروف المثالية لنشوء الحياة اللي استمتعنا بها خلال الفترة القصيرة فوقها، لأنه بعد رحيلنا المحيط الحيوي للأرض يبدأ أنه يتضاءل كلما مر وقت للأمام، كلما ظروف العيش كتنزل أكثر فأكثر. ثاني أكسيد الكربون هو وقود عملية التمثيل الضوئي، وبلا به قد يتضاءل السلسلة الغذائية على الأرض. سخرية القدر، المادة الكيميائية اللي كافحت البشرية باش تحيدها من الغلاف الجوي للأرض هي الآن نفسها المادة الكيميائية التي يفتقر إليها المحيط الحيوي. أما الشمس كتقدم باش تولي أكثر سطوعا من قبل، الشيء اللي كيخلي الكوكب أقل خضرة مع مرور كل ساعة. كينخفض ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة جدا، مما كيؤدي إلى الانقراض الجماعي لجميع الكائنات الحية اللي كتعتمد على تفاعل تمثيل الضوئي C3. في غمضة عين، مستويات ثاني أكسيد الكربون منخفضة كتوصل إلى 10 أجزاء من المليون. حتى النبات لن ينجو. تستمر الشمس في زيادة سطوعها وكيستمر ثاني أكسيد الكربون في الانخفاض. أنت الآن في 13 يونيو من التقويم الجديد، ما يعادل العام 900 مليون ميلادي. أخيرا انخفضت مستويات ثاني أكسيد الكربون. النباتات C4 بحال الذرة وقصب السكر، أول النباتات اللي ماتت، كم انتفع فيها الإنسان. ثم مراها الميكروبات الضوئية، هادشي علاش السطح غيتحول إلى اللون الرمادي والبني. 30 مليون سنة قادمة هي 3 ساعات فقط حسب التقويم الجديد. الآن أنت مجبر أنك تشوف المشهد الأكثر حزنا لهذا الكوكب. عملية التمثيل الضوئي اللي مخليك أنت دابا عايش بعد ما انتهى ثاني أكسيد الكربون غدوز باش تقتل مستويات الأكسجين في جميع أنحاء العالم. انتهى عصر الثدييات برمته. لا فرق بين حشرة ضعيفة وحيوان متوحش، لا قوي لا ضعيف. في الفترة ثدييات صغيرة كتموت في جحورها، مخلوقات تحت الماء غتجعل المحيط مقبرة جماعية. بنهاية هات الساعتين غيكون تم استنفاد جميع الأكسجين الموجود على الأرض باش يلحق بثاني أكسيد الكربون. قيمة حرجة غتفشل فيها أي عملية تمثيل ضوئي باش تحيا حياة. رسميا انتهت الحياة على الأرض، حتى بميكروباتها وبكتيريتها. كرة صخرية، ما كان حتى فرق بينها وبين أي كرة صخرية أخرى في الفضاء. آخر 3 أشهر في التقويم ديالك غترتفع درجة الحرارة، غتولي المياه السطحية أكثر ملوحة، غيبدا تبخر الماء، غيتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية 100 درجة مئوية، الشيء اللي غيعجل بتبخر المحيطات بسرعة. كلها عوامل غترفع محتوى الماء في الغلاف الجوي حتى طبقة الستراتوسفير، غيحول الأرض إلى حالة كتسمى دفيئة رطبة. تقسيم هذه المياه الموجودة كيكون بواسطة إشعاع الشمس فوق البنفسجي باش كيرجعوا ذرات الهيدروجين والأكسجين مكونة لها. والنتيجة رسميا اختفت المحيطات
وأصبح كوكب الأرض عالما جافا وقاحلا. الماء الذي جلب الحياة لهذه الأرض، في النهاية بدون ماء هذه الأرض لا يمكن أن تحتضن الحياة. على عكس هذا، قد استمر الشمس في النمو بشكل متزايد على مليارات السنين. طوال التغييرات اللي شفتها في كوكب الأرض كان بسبب هذا النجم. إذن عليه في الأخير أنه يدير الفينيسيون دياله. 31 ديسمبر آخر يوم في تاريخ الأرض، إنها مرحلة التوسع السريع والمميت. مع حلول هذا المساء الأخير أخذت نمو الشمس في حجمها. إلي كنت واقف وكتشوف السماء في الأرض، غتقى حجمها غياخد ثلثي الأرض. مع تحولها في اللون لغيوصل إلى درجات برتقالية عميقة وفي الحقيقة تكون جميلة. واحد وثلاثين ديسمبر على الساعة 9:30 ونصف بدأت الشمس شهيتها بابتلاع كوكب عطارد. ثم يبدأ هذا العملاق الأحمر في التوسع ليأخذ في طريقه الزهرة ويمزق القمر. ولكن قبل ما يدخل المدار ديال الأرض غيتوقف هذا العملاق. رغم ذلك الأرض لن تنجو، لأن هذا الرياح الشمسية من شدة القوة ديالها غتدفع الأرض باش انها تخلى على المسار ديالها باش توصل الى المشتري اللي غيتحالف مع الشمس، باش هو يتكفل بالانهاء لهذا الكوكب. ربما هذه القصة الجميلة اللي عشناها غتحظى ببعض الهدوء ملي غادي تنتهي الحياة على الأرض، بعد ما غتحول الشمس إلى قزم أبيض لا تكفي حرارته باش تدفئ الكواكب ديال المجموعة الشمسية. إذا كانت نوعية الشمس خلاتها أنها ما تنهيش العالم بصفة نهائية على هذا النظام الشمسي، فربما ديك الساعة خصك تسنى أكثر باش تدوز مليارات السنين الأخرى اللي غتصادم فيها ضرب التبانة مع أندروميدا. هنا لا مجال للشك أنهم ليصطدم الثقبين الأسودين العملاقين اللي كاينين في مراكز هاد جوج مجرات. غينهي أي حياة محتملة أنها تعتقات من داكشي اللي وقع. ولكن باندماج ضرب التبانة وأندروميدا، أو اندماج الثقبين الأسودين ديال أندروميدا وضرب التبانة ميلكي واي، غينشأ مجرة كبيرة عملاقة مندمجة بين ميلكي واي وأندروميدا، غيتطلق عليها اسم ميلكيوميدا. والثقبين الأسودين غيكون ثقب أسود واحد مندمج اللي هو في مركز هذه المجرة العملاقة. ربما بنهاية هذا العالم ديالنا اللي كنعرفوه غيكون هذا الاندماج هو بداية عالم جديد، ربما اللي غيحكي القصة ديالنا والقصة ديال النهاية ديالو لمروكن سوبر نوفا آخر بمتابعيه في مجرتنا الجديدة.